بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بحضراتكم، مع أحمد شوقي في التحليل الأسبوعي للعملات الرئيسية من 19 إلى 23 أكتوبر. إن شاء الله أسبوع أخضر وأسبوع موفق بإذن الله تعالى، ونستفيد من التحليلات ونقدر نتفادى أكبر قدر ممكن من ضرب الأسطوبات بإذن الله إن شاء الله تعالى. ونبدأ الآن مع تحليل الباوند دولار فريم المنثلي. زي ما ذكرنا إلى الآن هو في منطقة طلب وردة فعل جيدة إلى الآن في الشمعة. الفريم الأسبوعي إلى الآن الترند هابط. الديلي زي ما ذكرنا إنه الأسبوع الماضي، إنه ذكرنا إنه لو السعر من هذه المناطق تم الهبوط ممكن الشراء، وبالفعل إحنا اشترينا وقلنا إنه هدفنا الأول في هذه المنطقة، وبالفعل حقق الهدف ومشي نفس السيناريو اللي إحنا ذكرنا عليه. طبعا في اختلاف في المنصات في اغلاق الشموع، في يعني منصات اغلقت حقها الاغلاق كان على 90، وفي 51 90، وبعضها 51 95، ولكن احنا دائما ناخذ دائما 3 بيب للفريم الديلي زائدا السبريد، فبالتالي احنا اوريدي داخل الصفقه ولله الحمد زي ما انتم شايفين. ايضا نوهنا الاسبوع الماضي انه ممكن البيع من هنا من هذه المنطقة، وبالفعل السعر لمس المنطقة وتم الهبوط وحقق الهدف الأول اللي هو 3 أضعاف المنطقة، منطقة العرض. الآن لو حصل عندنا كسر لهذا المستوى المزيد من الهبوط، أيضا ممكن البيع من هذه المناطق لو السعر حاليا على ما هو صعد، ممكن البيع من هذه المناطق والهدف الى هنا. ننتظر ونتابع. حاليا لا للبيع او للشراء، الا في كسر هذه المناطق البيع او البيع من اعلى. اوكي، هذا بالنسبة للباوند دولار. طيب اذا الاتجاه هابط. يورو دولار مانثلي الى الان يعني ردة فعل أكثر من 6 شهور في هذه المنطقة الموضحة. على فريم الويكلي كون الأسبوع الماضي شمعة ابتلاعية، شمعة صعودية ابتلاعية، وهذا دليل على وجود المشترين. إذا هنا شمعة ابتلاع، هنا شمعة ابتلاع، هنا شمعة ابتلاع، بالتالي وضوح للمشترين في هذه المناطق. إذا ننتظر الأسبوع الجديد أو الأسبوع القادم، زي ما ذكرنا إن الأسبوع الماضي لو في حالة كسر هذا الهاي المزيد من الصعود، وبالفعل لو نلاحظ كان معنا منطقة عرض على فريم 4 ساعات اللي هي هذه، وذكرنا الأسبوع الماضي انه في حالة كسر هذه المنطقة المزيد من الصعود، تم بالفعل كسر والمزيد من الصعود. الآن ممكن السعر المرجح الهبوط إلى هذه المناطق ثم الصعود. إذن حاليا لا للشراء أو للبيع في هذه المستويات، ننتظر الهبوط إلى هنا ثم الشراء. هذا بالنسبة لليورو دولار واحتمالية الشراء. إذن احتمالية الشراء عندنا في الباوند دولار أعلى من احتمالية البيع. أسترالي دولار مانثلي هابط، ويكلي الآن في منطقة عرض، تم اختباره المرة الأولى هنا ثم هذه المرة الثانية، حاليا تم كسر الترند لاين الهابط وشمعة اغلاق هاي كلوز اوبن لو اعلى ترند، بالتالي تكون عندنا واو تريد او تكون عندنا منطقة طلب. ننتظر البيع، هدف البيع في المنطقة الاسبوعي الى هذه المناطق اللي هي 70 50، ثم ننتظر تأكيدات للشراء. اوكي، على فريم الديلي حاليا السعر زي ما انتم شايفين بدأ يكون معانا شموع انجلف ابتلاعية هابطة، إذا معناه إنه بدأ الآن ظهور البائعين في هذه المناطق. وزي ما ذكرت الأسبوع الماضي إنه لا للبيع والشراء حتى يتم التأكيد بالواو تريد، وحصل عندنا التأكيد بالواو تريد زي ما أنتم ملاحظين حاليا، تم كسر الترند لاين لهذه الشمعة هاي لو أوبن كلوز، وبالفعل السعر صعد إلى هذه المناطق وتم البيع. تم البيع كما ذكرنا في التحليل الأسبوع الماضي، إنه ننتظر التأكيد للبيع، وبالفعل هذا هو التأكيد وحصل معانا حاليا.
إذن إلى الآن الاتجاه البيعي أقوى. في حالة كسر هذا المستوى المزيد من الصعود إلى هذه المستويات زي ما ذكرنا. إذن حاليا ننتظر كسر هذا المستوى لو تم اختراق هذا المستوى المزيد من الهبوط إلى هذه المستويات المزيد من الهبوط وهذا كهدف أول إلى هنا. إذن ننتظر كسر هذه المستويات. أما في حالة كسر هذه المستويات وتكون الترند الصاعد 4 ساعات المزيد من الشراء. طبعا اللي دخل هذه المنطقة أوكي هو الآن في الصفقة أوريدي تم تحقيق الهدف الأول وما زلنا في الهدف الثاني. حاليا في هذه المستويات لا للدخول شراء أو بيع لا للدخول إلا في حالة كسر هذه المنطقة ثم إعادة اختبار ثم الهبوط. هذا بالنسبة للأسترالي دولار النيوزلندي وجنونه في هذا الأسبوع الأسبوع الماضي منثلي هابط إلى هذه الأثناء ويكلي تم كسر التريد لاين الهابط وتم تكوين الواو تريد. ممكن يتم عندنا اختبار للمنطقة ثم الصعود إلى هذه المناطق. طبعا الآن السعر حاليا أتوقع أنه متوجه إلى هذه المستويات 69-90 أتوقع ثم ربما يهبط أو يكمل الصعود إلى هذه المستويات. فالمطلوب منا حاليا إذا وصل السعر إلى هذه المنطقة ننتظر تأكيد للبيع سواء واو تريد أو تكون مناطق عرض على الفريمات الصغيرة ثم البيع أو في حالة هبوطه مباشرة من هذه المستويات إلى هنا حنشتري من هذه المناطق والمزيد من الصعود. فالنيوزيلندي حاليا هو قوي جدا. أيضا في عندنا منطقة طلب على اليومي ممكن منها الشراء هكذا ثم ممكن الشراء من هذه المناطق منطقة الطلب اليومية منطقة طلب جيدة وقوية إلى حد ما يعني ننتظر منها ننتظر من السعر الوصول إلى هذه المنطقة ننتظر من هذه المنطقة حقق معنا يعني أقرب باثنين إلى واحد ريسك وبالتالي ممكن السعر يهبط إلى هذه المنطقة والشراء. أما في حالة إن السعر صعد أعلى بهذا الشكل حنبيع من هذه المستويات ممكن البيع من هذه المستويات والسبب في ذلك من هذه المنطقة جدا قوية بسبب الجاب المتكون. طبعا حتكون عكس الترند فالمخاطرة حتكون جدا قليلة. أنا عن نفسي حأخذ هذا الريسك ولكن ليس بالمئة بيب ممكن أخذها بريسك 60 ستوب يعني في حالة إني حدخل على فريم 4 ساعات هنختار المنطقة المتداخلة معها ممكن البيع من هذه المناطق. استبنا بسيط 45 زائد 14 بيب والهبوط. طبعا في حالات ما زالت الشروط تكون متوافقة معنا انه لا للمس منطقة الطلب الاسبوعية ثم الصعود. اوكي اذا نيوزيلندي دولار حاليا هو في اتجاه صاعد متوسط قصير المدى الى متوسط المدى. اذا ننتظر اما السعر يهبط الى هذه المستويات ثم الدخول شراء من منطقة الطلب على 4 ساعات المذكورة هنا هذه بالضبط الدخول شراء بأمر معلق من هنا في حالة هبوط السعر مباشرة مع افتتاح السوق ثم الشراء. اوكي هذا بالنسبة لنيوزيلندي دولار دولار ين الى الان السعر ما زال متذبذب بشدة ننتظر منه التأكيدات للهبوط بعد كسر هذه المستويات والاغلاق اسفلها. هذا بالنسبة للفريم الشهري الى الان ما زال الترند صاعد. الفريم الاسبوعي ذكرنا انه ممكن نبيع من هذه المناطق ثم الهبوط او في حالة كسر هذه المستويات البنبار المزيد من الهبوط. إذن من هنا الهبوط يتم التأكيد أو الصعود ثم الهبوط. أوكي. الديل الآن كون عندنا ترند هابط لو وهذا لور لو هاي لو هاي
إذن قمة أقل من القمة السابقة ولو أسفل اللو السابق، بالتالي عندنا ترند هابط، ممكن السعر إنه يتم لمس هذه المنطقة ثم الهبوط، ولكن هنا يدل على وجود كثير من المشترين. فالين حاليا هو في تذبذب شديد وأيضا في الضعف، فالتريث ممكن البيع من هذه المستويات، ممكن تعليق الأوامر من هذه المستويات الصعود ثم الهبوط. أوكي، هذا بالنسبة للدولار ين. إذا الدولار الين حاليا do nothing أو لا العمل أي شيء سواء بيع أو شراء حتى يتم الوصول إلى هذه المناطق، ثم ممكن أخذ الريسك من منطقة الأربع ساعات أو انتظار تأكيد على الأربع ساعات ثم الدخول بيع. يعني ممكن أعلق أمر بيعي من هنا حاليا أو ممكن انتظر تأكيد على الأربع ساعات ثم البيع. كل وإدارة رأس ماله وإدارة المخاطر عنده. دولار كندي منثل إلى الآن في منطقة عرض شهرية، وإلى الآن تكون شمعة انجلف على الشهري ولكن لم يتم الإغلاق على كما هو عليه الحال. الفريم الأسبوعي الآن صاعد وهنا في منطقة طلب جيدة جدا، وممكن الدخول معها شراء بعد تأكيد على فريم أربع ساعات. فريم الديلي هابط إلى الآن وبقوة، تم كسر منطقة الطلب هذه وهذه بواسطة هذه المنطقة، وبالتالي ممكن السعر يعمل ثم الهبوط إلى هذه المنطقة ثم الصعود. إذا ننتظر وصول السعر لهذه المناطق ثم البيع في حالة تم التأكيد ثم الصعود في حالة وصول إلى هذه المناطق. تأكيد راح يكون على فريم أربع ساعات. طبعا هذه المنطقة ضعيفة والسبب في ذلك كثرة الشموع وطول الذيول، لو انتم ملاحظين ما في شموع امبالانس، شموع قوية، بالتالي التأكيد يكون افضل حال في هذه المنطقة لا للبيع او الشراء حتى يتم التأكيد على هذه المناطق، وذلك ايش لضمان الاحتمالية العالية في نجاح الصفقة باذن الله تعالى. هننتقل الان الى الدولار اندكس، وهو اللي الان هو اللي ماسك المحور الاساسي في العملات الرئيسية. فنحن ذكرنا الأسبوع الماضي على هذه المنطقة الطلب أنه في حالة تم كسره المزيد من الهبوط، وبالفعل تم كسره وتم المزيد من الهبوط بعدما تم كسره الوصول إلى هذه المناطق الطلب هذه، وهذه مناطق قوية ولكنها عريضة، ربما السعر يصل إلى هذه المستويات ثم الصعود وربما الاختراق. طيب لو جينا نشوف الفريم المنطلي المنطقي الآن، تكلمنا أكثر مرة أنه في حالة اختراق هذه المستويات المزيد من الهبوط، ولكن ما دام السعر في هذه التذبذب، هنا شمعة سايد بار شمعة سايد بار، فالوضع جدا محير. فريم الويكلي للترند هابط، كون شمعة هبوط ابتلاعية الأسبوع الماضي، عفوا الأسبوع قبل الماضي، ثم هذا الأسبوع شمعة على استحياء. فزي ما ذكرنا في حالة اخترق هذه المستويات المزيد من الهبوط، ولكن الآن السعر في تذبذب شديد جدا، فالمطلوب التريث وعدم الاستعجال. نحن الآن نريد اخترق هذه المنطقة الطلب لتأكيد الهبوط للدولار اندكس، وما في حالة اخترق هذه منطقة العرض حيتكون هنا عندي منطقة طلب إعادة اختبار ثم الصعود على فريم الأربع ساعات. لو لاحظنا أنه السعر لمس منطقة الطلب هذه، منطقة الطلب جدا قوية فيها شموع إمبالانس شموع إمبالانس شموع إمبالانس شموع إمبالانس، بالتالي السعر في أول لمسة له لهذه المناطق تم الصعود وتم اختراق منطقة الطلب العرض هذه الأربع ساعات، وهذه الآن هو فيها. ففي حالة كسر هذه المناطق المزيد من الصعود، ننتظر ونراقب. حاليا الدولار اندكس يتوجه الى الصعود، ولكن لا يتأكد حتى يتم لمس مناطق الطلب في إعادة الاختبار واختراق منطقة العرض المذكورة ويتم المزيد من الصعود. فالدولار اندكس من الضروري جدا متابعته طول ايام الاسبوع
طيله ايام الاسبوع لكي نتجنب اكثر الخسائر، نعرف انه هذه المناطق ممكن نشتري فيها، هذه المناطق لا نبيع فيها، هذه المناطق يعني لكي نتجنب اكثر انواع الخسائر في الصفقات ان شاء الله تعالى. اسبوع اخضر، اسبوع موفق ان شاء الله، ونتقابل في الورشه للاستفسارات وللتحديثات طيله الاسبوع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.